تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أخي جميعا، وربنا يسعد كل لحظاتكم وكل أوقاتكم. كيف أحوالكم؟ طيب، نبدأ بأول تعليق دائما. يا ريت الصوت بمقدار الوصول بتاعه، بمقدار الوصول الناس تنبهنا إذا كان الصوت واضح، تقول لنا نعم. مرحبا بكم جميعا. في نقاط مهمة عايزين نناقشها بسرعة يا شباب. نحن في وضع الآن، البلد في وضع يعني مأساوي نقول عليه، ونحن بنبحث ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه السلام يتحقق في البلد وإنه البلد تمشي بخير. ده كلنا دايرينه كويس، وعشان نقدر بعد ذاك ذات الواحد يرجع للتعليق الرياضي، نطمئن على حكومة كفاءات وطنية مستقلة، ونطمئن على دور الشباب الفعال المفترض يكون داخل الحكومة كويس. بس بمقدار الصوت زي ما قلنا، الصوت إذا عندكم تماما واضح يا ريت توضحوا لي. مرحبا بكم الناس اللي في التعليقات الراكزين، الناس الأوائل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم كثير. كثروا المشاركات من الآن، كثروا المشاركات معنا. أول حاجة، البلد دي أي زول فيكم كده بالراحة يتابع من يوم أمس، ولمس بالليل كويس، أو أمس تحديدا والليلة، أي زول يشوف هل الوضع ده طبيعي ولا في حاجة في الموضوع ده. أولا ننبه قبل ما أبدأ إنه المشاركات في ناس ما بتظهر لهم، وده بيعني انه هجوم على اللايف منذ بدايته. فاي زول يفتش معانا مع كلمه مشاركه تحت مكتوبه وين، بتلقاها يمينك او يسارك تحت، اعمل معانا مشاركه في جروباتك بسرعه، خلي اللايف ده يوصل وما يتقطع. زي ما قلت لكم، بتحس ان الوضع فيه شيء كده ما ياهو. فجاه كده العساكر في الارتكازات بدوا يعاكسوا الناس فجأة، أو عدد كبير منهم. ويوم أمس وصلت الحكاية المتداولة في الأوساط وفي بعض الناس اللي هم حضروا الموقف ده، عن إجهاض إحدى السيدات وهي في العربية، واحدة من النساء كانت ماشية المستشفى دائرة اللي هي في عملية الوضوء، يقال إنها وضعت في الصف بتاع القفلة كويس، وتشدد فجأة ما طبيعي، وحصلت مشاكل كثيرة جدا يعني في ارتكازات كثيرة جدا، وبالأخص الكباري. والغريبة إنه لما كانت مظاهرات النظام البائد المعزول نظام عمر البشير، لما أولمس كانت المظاهرة بتاعته ما قفلوا زي ده، قفلوا بعد المظاهرة. بعد شنو؟ المظاهرة. والغريب المظاهرة اللي عملوها الكيزان، اللي هي جاءت بدعم قطري، وكان فيها رؤية وترتيب لأنهم قالوا يصبوها، والصبة دي طبعا حقت الثوار الأفاتارات، وقالوا دايرين يصبوا ويقعدوا يعني هناك. في الوقت ده كله ما شاء الله تبارك الله، السلطات ده كله ما انتبهت له، والفيديوهات من أول أمس بتوضح إنه فجأة جانب من القوات المسلحة فتح المربع أو الصندوق زي ما بيقولوا، والنازل يتقدموا دخلوا، وكانوا بيهللوا في اللايفات بتاعتهم والفيديوهات بتاعتهم، كانوا بيهللوا للوصول إلى القيادة العامة. والكل يعلم أن المؤسسة العسكرية أيها السادة في السودان مخترقة بالضباط الإسلاميين، بالضباط الإسلاميين. وسط أنباء ترشح تقول بأن عوض بن عوف وكمال عبد المعروف قد تم تهريبهما إلى خارج البلاد. أنا قلت لك وسط أنباء، لأنه في نوع إذا أنت قلت في كلام بيقولوا كده ممكن يمشي يقول لك أنت ما قلت، أنا قلت لك وسط أنباء، يعني لا أكدت لا نفيت. التحرك بتاع الإسلاميين الآن والضغط على عبد الفتاح البرهان خلى عبد الفتاح البرهان يبحث عن حماية، يبحث عن دول
تحميه من الاسلاميين، لانه هو زاد بيجي خايف من الاسلاميين، ده خوف ما طبيعي، وهو اسلامي اصلا معروف يعني كويس. لو كنا بنقول للاحزاب ما تجيبوا الزول ده، الزول ده جابته الاحزاب يا اخواننا، لو كنا بنقول ما تجيبوا رئيس للمجلس العسكري الوقت ده، هون احنا عضو اللجنه بتاعت التفاوض عمر زين العابدين ما تحملناه، عضو لجنه بس اللي كان ماسك اللجنه السياسيه هو، وعضو في المجلس العسكري بس ما تحملناه، تجيب لنا رئيس سياده هناك كويس؟ فالكلام ده ما كان كويس. فجاه بدا التشدد الشديد. السؤال للقوات النظاميه، الغالبيه الغالبه فيكم والاكثريه الكاثره فيكم وبالاخص اخواننا في الشرطه والجيش، الشعب ده حباكم وامتدحكم جدا في فتره حظر التجوال ده، وشاف انكم اتعاملتم معه باحترام عالي جدا بغض النظر عن بعض التجاوزات، لكن الغالبيه الغالبه منكم الشعب السوداني حباهم واداهم تحيه بتاعت احترام، ضباط على ضباط، صف على عساكر. لكن الان اللي حصل شنو؟ الشيوعيين حرشوكم تاني في الشعب السوداني، ما هم الشيوعيين اعداء الشعب السوداني هم. وبالمناسبه انا من هنا هو مسعود، مسعود ومجموعه من الحزب الشيوعي بيجتمعوا في شقه في الخرطوم 2 او في دار الحزب الشيوعي هناك في واحده من الشقق، ومسعود بيقترح بيقول لهم اقبضوا احمد الضي. المكاتب السياسيه بتشتغل ترفع تقرير قال خلي احمد الضي ده طلعوا له بلاغ. قال له يا اخي، قال عنوان على الكلام ده، قال لانه شخصيه مزعجه للحزب الشيوعي. هسه حضرتك الغي فلاحاتكم كلها في زول مساكين اعزل زينا كده، انتوا حميتينا ما انت شوفوا؟ لا الصباح بتمروا بوين؟ الميسه بتجوا بوين؟ الزول ما قاعدين تلاقوا؟ شمس الدين كباشي ده اهانكم في الوثيقه الدستوريه وزلاكم مسح بيكم الواطه كاحزاب كشيوعيين تحديدا، ما قاعدين تشوفوه ولا قاعدين انتوا مالكم بتسالوا ديل؟ بسال احمد ضي المسكين ده ماله؟ امشي اسال عبد الواحد محمد نوري هنا، امشي اسال انتوا مالكم معه كويس؟ ف ده معه مجموعه كده من الشيوعيين في الخرطوم 2 اجتماعهم مضروب ومخترق، واجتماعات كثيره مضروبه ومخترقه، وقاعد يقولوا عنه ان شنو كناشطين وتخطيطهم. اصبروا اصبروا الساعات الجايه خليكم قاعدين، ما تمشوا ماشيين وين يا جماعه؟ اقعدوا اصبروا الساعات الجايه ان شاء الله باذن الله في حاجات كثيره مهمه جدا لازم نتكلم عنها. الصوت كيف يا جماعه؟ الصوت كيف؟ الصوت كيف؟ زي ما قلت لكم يا اخواننا اللايف الان قاعد يهاجم، ونحن جايين لاخطر نقطه في اللايف الان كويس. اللايف ده قاعد يهاجم هجوم فظيع الان، يا ريت الناس تكثر معانا المشاركات، يا ريت تكثر معانا اللايكات كويس. اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين كويس، اللايك بتاع قلب واللايك بتاع ادعمه واللايك بتاع واو، اي واو كويس، ديل اكثر ثلاثه لايكات بيحموا اللايف. كثروا معانا الشيرات، اي زول عاين اسفل الشاشه على يده اليسار واليمين حسب التلفون اعمل معانا مشاركه. اها يلا جايين نحن للنقطه يا اخواننا المهمه. أنس عبد الفتاح البرهان تشكت 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 مشى اجتمع مع المخابرات العامة. عبد الفتاح البرهان معه كان قيادات من الشرطة، مشت جات ممثلة للشرطة، وعبد الفتاح البرهان ممثل للقوات المسلحة، وناس جهاز الامن ايضا جابوا ضباط الويه، وديلك من الشرطه الويه، وهنا من الجيش برضه مع البرهان الويه وعمده، ديل قعدوا وتكلموا عن القرارات الخطيره برضه بتاعت البعثه بتاعت الامم المتحده. في حاجه خطيره جدا انا ما اعرف انتوا ركزتوا معاها ولا ما ركزتوا معاها، واظن فيكم الكيس والفطن كثير يعني. في حاجه مهمه جدا امس حصلت في الكلام ده، يا ريت لو الناس تنتبه للموضوع ده كويس. غياب حميدتي وغياب منظومة الدعم السريع امبارح، والقوات النظامية ما هي دعم وجيش وامن وشرطة، اللي اجتمعوا امبارح جيش شرطة امن، ما في سيرة للدعم، ما في دعوة رسمية تمت للدعم السريع، بيغطوا عليها بيقول لك لا ما الدعم السريع او حميتي ما موافق عليه جاية الامم المتحده، ما هو ما حميتي براوي ما موافق يعني، ما حميتي براوي يعني
كويس. السودان ده غالبيته رافض الكلام ده. لكن السؤال، السؤال عبد الفتاح البرهان قبل اليوم لما سئل، وانا قلت الكلام ده ونركز في الكلام ده كويس، لما قالوا له يا اخي انت رابطك مع ناس حميتي ديل شديد كده شنو يا اخي، كرهت انا ذاته يا اخي، ديل ضباط ثوريين كانوا من الناس اللي وقفوا في الاعتصام، الكلام ده حصل لضابط كان واقف مع الناس في الاعتصام والناس هللت له جدا. قال لي عبد الفتاح البرهان انت لشنو يعني ناس حميتي ديل، نحن بنشوفهم ما قوة نظامية ذاتها يعني، في امتى انت ليه مرتبط بهم ارتباط وثيق وقاعد تضرب في القوات المسلحة؟ فوالله يقول هذا الضابط، يقول بأن عبد الفتاح البرهان رد عليه قائلا قال له والله ناس الدعم السريع ديل كان مرقوا من جبل أولي بجاي، أنا الجيش ده بيعمل فيني انقلاب وبيعتقلوني وبتصفى. طبعا ما هكذا يتكلم الرؤساء، وما كان نميري يتحدث هكذا برغم خلافاتنا معه والطغيان وتجبره، لكن برضو نميري كان في قرارات كثيرة بيحترم المواطن وكان بيجيف مع الناس وعنده الهيبة اللي خلته في نفوس الشعب السوداني مهما كان عنده من أخطاء زي ما قلنا كبيرة وجسيمة. وعبد الفتاح البرهان بغطي لحميتي، وحميتي بغطي لبرهان، برهان بغطي لحميتي. وتكلمنا قبل فترة لو متذكرين أنا طلعت لايف وتكلمت عن اجتماع اللي بيتذكر الكلام ضمنه، الآن أنا بعيده لكم تاني لأنه أنا في البداية ما كنت متأكد من معلومته كويس. يعني لما قلت قلت لهم وسط في اللايف قلت لكم وسط أنباء خطيرة بتقول إنه حصل أمس كذا 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 كذا، كلام ده قبل فترة قريبة لو رجعت في اللايفات، لكن الليلة بأكد لك لأنه بعد ذاك أنا تأكدت منها وخفت عليها بنفسي المعلومة. لما قلنا إنه عبد الفتاح البرهان عمل دعوة بتاعة اجتماع ومعاه ياسر العطا ومعاه شمس الدين كباشي كويس 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 المهم اجتمعوا واتكلموا مع أحمد تيغي ذات الجيش ناس عبد الفتاح البرهان وياسر العطا وشمس الدين كباشي. اخوان الكلام ده ما بتلقوا ناشط من الشيوعيين اللي بيقولوا لكم، وانا في زول بيوريكم الحاجات الحاصله، اي زول همه نفسه في كتار بيخافوا ذاته على نفسه ما بيقولوا الكلام ده، قاعدين الا للتخوين والتشكيك ما منه اي فائده. فالمهم قالوا لي حميتي نحن بعد ده حنستلم البلد دي وانت خليك بس قاعد عليك الله اسكت سايس. فردينا بانه حميتي هددهم بانه قال لهم انا عندي قوه في الحته الفلانيه محاصره قواتكم في الحته الفلانيه وعدد قواتكم كذا واسلحتكم كذا، والمعلومات يقال انها سربت لحميتي من الروس، يقال انه سربت لحميتي من الروس المعلومات، وانه في لحظه قد اضربكم انسف القوه الموجوده كلها بتاعتكم. بعد ذاك يقال بان حميتي التفت الى يا اخوانا هنا الصوره قطعت، الصوره هنا قطعت، الصوت عندكم كيف؟ الصوت عندكم كيف يا جماعه؟ كده شوف الصوت عندك كيف. طيب وهنا ليه الصوره ذاتها ثابته تماما؟ يعني الصوره ثابته، الصوت كيف يا جماعه؟ اي زول ظاهر له الصوت واضح يا اخوانا يا ريت انه يورينا، اي زول ظاهر لنا انه الصوت واضح، ظاهر له الصوت واضح يورينا كويس، لانه هنا في التلفون الثاني الصوره قاعد تعلق وقاعد تقطع كويس. كثروا المشاركات، كثروا المشاركات يا جماعه، الناس تزيد معانا الشير كويس، وزيدني من دلك شويه هنا، زيدنا من شيرك شويه كويس. اخبرهم بانه هو قال جاهز لانه الان اتصدى، وقالوا انه خاطب ياسر العطا قائلا انت يا ياسر العطا يقال عنك من اكثر الناس القاتلوا في القوات المسلحه وعمرك كله عديته عمليات في الجنوب، والبعض او كثير منهم بيشوفوك زول بطل كويس. الان ما عارف بطولته دي كانت وين وقت الناس بيتكتلوا قدام القياده، على اي حال كويس، على اي حال ده غير انه كاسلام عندي اشكاليات كثيره جدا. المهم فهل الان فروسيتك بتقول لك تعمل الانقلاب في نفس الوقت مخاطبا شمس الدين كباشي؟ قال له انت قالوا اذكى زول، اذكى زول قالوا في الجيش واكثر زول حافظ العسكريه، الان هسه ده كلام لك؟ اما انت عبد الفتاح البرهان انت انا من الناس انا قلت لك حميتي ده الناس دي اللي عملوا عليه سياسة خلوه يشعر بحالة كده زي النفسيات، الناس دي قفلوا حميتي ده كده أول حاجة، أول شيء خلوا حميتي تخلص
من الناس الجمعه ومن الدعم السريع القريبين له، الدوائر القريبه جابوا له مستشارين دخلوا حمد كده في بلاوي هو صوته ما عارفه كويس. اول حاجه عملوا له دائره بتاعت اغلاق، والشغل ده كان فيه طه الحسين وعبد الغفار الشريف بشكل صعب جدا. اول حاجه قفلوا الحلقه بتاعته، عزلوه اول حاجه. بعد ذاك بيجوا يدوا معلومات خاطئه، بيقول له تعال قولها، بيضعفوه بيها كويس. الشغل ده اشتغلوا فيه، وبالاخص ناس الامن اللي في الدعم اشتغلوا الشغل ده بشكل خطير. بعد ذاك خلوا حميتي يوصل مرحله يلقى ما في زول حتى حواليه. الشغله دي اثرت على حميتي جدا بالمناسبه، الشغله دي اثرت عليه. حتى قلت لك اللقاء بتاعه بتاع السودانيه 24 ده لغا زول قنعان، ده لغا زول خلاص ذاته كره الشغل والعمل، لانه حس بنفسه انه ما قادر يسوي اي شيء. فهمت؟ لانه يا حميتي القوه الجراره ما براها بتصنع بلد، ولا القوه الجراره والاسلحه خلاص دي ما هي اللي بتبني لك بلد ولا وطن ابدا. الحكايه تحتاج لعقل، تحتاج الى تحالفات، تحتاج الى منظومات قويه، تحتاج الى مجموعات ضغط، الى محيط اقليمي يرحب بك، بالاضافه لمجتمع دولي يهلل لك كويس. شغله كثيره لسه في عوامل ذاته ما ذكرناها كويس. طيب دحمتي اتعامل معاه بالشكل ده، ففجأة الحاجة اللي كان ما بتلقاها ما بتوقعها حميتي ولا كان بيخطها في راسه في يوم من الأيام، جاته الطحنة النجلاء السامة من شمس الدين كباش. دي ما كان بتخيلها، وجا شمس الدين كباش طلع في الإعلام. ما قلت لك الناس شغالين بوضع معين، بعد شوية حميتي ده يجينا عديل شغل عديل كده يعني، خطة وضعت منظمة مرتبة بقت ماشية. أول حاجة فتنوه مع أهل القراب أول شيء، واستغلوا في حميتي ضعف الشخصية، واستغلوا في حميتي إنه زول مخه صغير في حاجات كثيرة جدا، ممكن يجي زول يخدعه، ممكن يجي طفل صغير يقول له والله يسوي كده وسوي كده وسوي كده وسوي كده، هو بسويها. بيقول له ود أختك داك داير يعمل عليك انقلاب، بيصدق. بيقول له ود أخوك داك شاكلك، طوال يمشي بيقطع علاقته معه. الكلام ده قام عمل غبني، حتى الناس المغربين من حميتي بيجوا كاشين منه. الكلام ده اشتغلوه بخطه في الوقت اللي فيه. البسيط من الشعب السوداني بيقول لك والله يا اخي حميتي ده خليه يجيب لنا العيش، كان جابوا لنا ما في مشكله، احنا ما عندنا دخل يجي رئيس منه، ان احنا دايرين ناكل ودايرين نمشي للمستشفيات نلقاها كويسه، دايرين نجيب نلقى مواصلات، دايرين نسوي. ده الانسان البسيط الكتله الحريه. اما المثقفاتيه وطبقه ناس اللايفات والمنشورات والسياسيين وديل ديل هم اللي بيقول لك لا الغلط في 1 2 3 4. طيب استغلوا الحاجه دي في حميتي، مجد فيه خطط مدروسة 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 أضعفوه بها، ودقوا التحالفات بتاعته، وجوا في النهاية ضربوه بمني أركم الناوي. جوا ضربوه به ضربة شينة جدا كويس. بعد شوية بقى الدعم السريع ما بيعرف يتعامل، يعني بقى طوال أحمد ضي يتكلم فيه وماشي يفتح فيه بلاغ. فهمت؟ يعني انا البلاغه اللي اتفتح فيني من واحد من مستشارين حميتي بتوقيع حميتي. فهمت؟ يا عشان ما يقول لنا شوف اسمع هنا، هم كلهم بيحضروا اللايفات دي، والواحد بيكون بطنه فايره جدا وزعلان منك زعل ما طبيعي كويس. ليه؟ لانه شوف انه انت ما المفترض تقول كده، لا بقول. فهمت؟ فجنوه دي 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 دي, دي حاجه. الان حميتي كما امبارح ده ما نادولي ولا اشتغلوا همشوه تماما ولا كانه موجود اساسا في الساحه، رغم قوته الكبيره دي ورغم اسلحته المتطوره وبنادق الصيد اللي بشيء، بعد ده كله همشوه ولا كانه اصلا هو جزء من اللعبه، رغم انه نائب رئيس شنو؟ المجلس السيادي، نائب منو؟ عبد الفتاح البرهان كويس؟ رغم الكلام ده. طيب في اخبار بتتكلم عن ضغط بتاع مجموعات من خارج السودان اوروبيه بيجت بتقول لا حميتي ده خلوه قاعد، خلوه قاعد بس. فهمت؟ ما في زول يتعدى عليه ولا تسأله. الآن حميتي بقى زي الكوبرا اللي انت بتحاصرها جوا بيتها أو جوا جحرها. حاصرت كوبرا جوا الجحر وما قدرت تطلعها، دخلت يدك حتلقى شنو؟ حتلقى لدغة ولدغة سامة. الآن حميتي ده الناس لو بيجوا يزرزروا فيه أكتر من كده ويضغطوا فيه ويضغطوا فيه، حيتخذ قرار زي قريب لقرار علي كوشيت، حيتخذ قرار يقول علي وعلى اعدائي. والقرار ده اذا اتخذ على السودان او على الخرطوم السلام. يا اخواننا انا ما من الناس اللي بيقللوا من حميتي عسكريا بالمناسبه،
في ناس كتار بيقول لك ولا حاجه والله ما يقدر والله ما لا لا لو ما بيقدر لو ما بيقدر ما بتجيبونا يا رئيس مجلس سيادي ولا كتر خيركم ما شوف عين دي نقطه منتهيه لو ما عنده قوه عسكريه على الارض ما بحاصر وزاره الدفاع ولا بسيطر على القصر الجمهوري ولا بسيطر لكن الاختراقات جوا الدعم دي اللي حتدق الدعم الاختراقات جوا الدعم السريع كويس اضيف الى ذلك التحالف الدولي ضدك يعني المحور القطري التركي العامل إزعاج وما تزال قطر برؤى معينة في من يحكم السودان ومن يعود إلى السلطة يا أخوانا أنا بتكلم معاكم ده الحاصل كان في إمكاني ممكن أدس كان في إمكاني ممكن أخاف لكن أنا قاعد أجيب لكم ده الحاصل أو ده زبدة الحديث وفي ناس الكلام ده هيتعارض مع مصالحهم هيقول لك ليه انت تقوم تقول كده ولا تقول عن حميدتي ولا تقول عن برهان ولا لا معليش ما انا ما في زول ماسك كمان خشمي انا بعرف اقول الكلام اللي انا عايزه مش اللي عايزه لي زول في انا ما بمشي بردم زول لانه الناس ردموا زول لا الحمد لله عندي شخصيه قايمه بي في امتاء ما مع ساكن وفي نفس الوقت ما بشكر زول لانه الناس شكروه لا برضه عندي شخصيتي الحمد لله قايمه بي واي زول عنده شخصيته بيزبطه يعني المفترض ما انا ده اللي قاعد يحصل الان في البلد دي بعد الاجتماع اللي كان حصل بين حميدتي وكباشي وبرهان وياسر العطا وتكلموا فيه عن ضرورة استلام القوات المسلحة آخر كلمة قال لهم حميدتي في الاجتماع ده قال لهم الكلام ده أنا ما بقبله معناها إذا معناها زول ده قوته كبيرة ولا لا معناها زول ده مسيطر على أجزاء كثيرة ولا ما مسيطر ما خلونا من كلام يا أخي ما عنده حاجة ده خلوه ده ما كلام تهرب من واقع حاصل تعالوا نتكلم بصراحة معناه زول ده عنده قوة صح ولا لا معناه في قوة برضو مسانده معناه طيب في النهاية شكر البرهان وشكر ياسر العطا وشمس الدين كباشي وقالوا شمس الدين بكى في الاجتماع ده وفي رواية ياسر العطا قالوا بكى ويتكلم له عن الأعراف العسكرية ويعني بيعتذر وقال له نحن يا أخي ما قصدنا انت فهمت غلط وكده ما أعرف واحد فيهم غايته ما أعرف ده شمس الدين كباشي ولا ياسر العطا على أي حال الاجتماع انتهى بأنه حميدتي قال لهم شكرا جزيلا تفضلوا وقعد في مكتب البرهان طرد كباشي وياسر عطا وبرهان ثلاثة طردهم من جوا فهمت؟ هسه قد يجيك زول متعصب لبرهان ولا لحميدتي ولا قحتاوي ما بعيد يجي يقول لك قال انت كلامك ده ما صح جيب لي ما يعضد كلامك ما تجي تنط ساكت فهمت لانه في حواضن بيرسلهم بيقول لهم شو قولوا كده وكده 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 في اللايف كويس الناس تكثر المشاركات يا ساده الناس تكثر معانا المشاركات تكثر اللايكات اللايف ده يا جماعه قاعد ينضرب يا ريت اي زول يشير معانا في 10 جروبات دايرين 4900 او 5000 شير يا جماعه بعددكم كثروا الشيرات كثروا الشيرات كثروا اللايكات طيب ده موضوع حميدتي الان ما نادوا طيب وهو رؤيته برضه ضد القوات الامميه واجمع لو لاحظتوا امس الاجتماع ده ومصور يعني بس سولك في كل الوسائل بتاعت الاعلام قال لك نحن هم ذاتهم ممثلي الشرطه والجيش والامن الثلاثه اعلنوا لك قال لك نحن على قلب رجل في واحد ناقص لا اجيف في واحد ناقص مالك ما هي اربعه ما هي جيش ودعم وامن وشرطه في واحد ما في زول ده مش هين وي ما تروح علينا الزول ده ساكن يقوم يخرب لنا البلد الله يهديكم كويس الله يهديكم كويس ال بيقولوا انه الافعى بتستدرج بتجويعها لكن ما بتستدرج بانك تدخل يدك تشوت جوا الجحر بتاعك السؤال الان القوات النظاميه امس بيقولوا هم الجيش والامن والشرطه على قلب رجل واحد وين الدعم السريع من المعادله دي؟ انتوا النقطه دي انتبهتوا لها ولا لا يا جماعه؟ النقطه دي بالمناسبه خطيره في غايه الخطوره. شوف في نوع من الناس ما بحب يحلل وما بحب يفكر ولا بحب انه زول يذكر ذاته بانه هو بني ادم وانسان وعليه انه يفكر. اذا حسبك بتفكر صاير ممكن يزعل فهمت او يزهج. اذا حسبك بتجمع معلومه بتحلل ما بيقبل. ففي كثير من الناس ممكن تقول يا اخواننا في مطر الان كب يقول لك كذاب ما في مطر وهو لا شافه ولا عارفه بس ساي بس كده مرض او حاجه داخله بتخليه يقول كده كويس الان كلامنا ده غادي يجوا ناس يقول لك ما حاصل او يقول لك كذاب خلاص لانهم يتعودوا بس يقولوا كده ما تعودوا يناقشوا ويحللوا اي زول بيميل لتكذيب اي شيء كده اهبشوا في التحليل بتلقى ضعيف اهبشوا في قرايه المشهد تلقى ضعيف جدا كويس المهم ده الحاصل
طيب بيجي الآن الدعم السريع معناه خارج المعادلة السياسية، وهناك تمرد مناوي وتحركات أنصار الحلو وخلق فوضى في مدينة لقاوة وسط صمت مخجل ومخزي وفاضح لحمدوك ولحكومته، وكأنه اللي بيموت والغزايف اللي بتقع في أحياء لقاوة دي كأنهم ما ناس، لما الغزيفة ولما الرصاصة الدوشكة تقع في بيت العم الفارس البطل أبو الأبطال والرجال عمنا محمد يونس، لما تقع فيه الرصاصة جوا هناك، ولما المدرسة تقع فيها غزيفة، ولما المستشفى لقاوة تقع فيه غزيفة، ولا الوالد تشوفه، ولا تشوف حمدوك، ولا تشوف، قلت لك حمدوك ده عبارة الآن عن أكذوبة شيوعيين فيهم تجاوبوه خدتوه حمدوك هوي ما تتكلم إلا لو قلنا لك تكلم، وما تسوي إلا لو قلنا لك سوي، وإنت ما تمشي إلا بإمرتنا، سامع أنا ما سامع عديل كده، ما يستطيع يقرر ولا حيصنع فارق ولا حيعمل حاجة، كلنا تفائلنا به، لكن ركبنا الكركبة. نعم نعم، بعد يجي الفنان يقعد يتخيل لنا خيالات، يقول لك قال بنركب الكركبة وتودينا مروابة، ما بتوديك جبل أولياء هنا يا ولدي، ما بتوديك جبل أولياء، فهمت يا كركبة تعبانة جدا، وضعنا الآن ده وضع، تقول لي قال مروابة 300 كيلو من هنا دي ما بتوديك ليه. المهم الآن استبعاد الدعم السريع من المشهد السياسي، الكلام ده هيكون له ما بعده، مش قلنا لكم قبضت علي كوشيب، قبضت علي كوشيب هي عملية بتاع التركيع وعملية بتاع إسكات لمنو، عملية بتاع ضغط وتركيع لحميتي وضغط وتركيع لعبد الفتاح البرهان وهنا أشد، وحتى موسى هلال الدارين يطلعوا يطلع يعمل حركة موازية لحميتي ويلتف حول الناس وكلام كثير، هو ذاته بيعليه كان الضغط بأنه أنت مطلوبة أو تمرق من خطنا كويس، عندك كرت ضغط على الحركات كويس، وأبرزهم عبد الواحد، رغم أن عبد الواحد رجل مناضل، رجل له تاريخ ثوري، لكن الآن الكلام ده كرت ضغط عليه وكرت ضغط على عبد العزيز الحيلو على جبريل على مجموعة من القادة، الآن هو كرت بتاع الضغط على الصادق المهدي اللي دعم التجمع العربي في الثمانينات ودعم الاتحاديين الأفارغة كويس، ديل دعموا العرب بتاعين الغرب وديل دعموا الأفارغة بتاعين الغرب، ده سلاح وده ده سلاح، وحصل الموت والتموت خلاص، كلام ده الآن ضغط عليه. المرغني ده هو في حالة خروج عن النص أصلا منذ سنوات طويلة، يعني زي وضع البحر الميت، فوائده قليلة أو ما في تكاد تكون منعدمة مع احترامنا يعني لتجربته، وإن كان السياسي هو أحمد أخوه بالمناسبة، أحمد المرغني هو ذاك السياسي الخطير المهندس بتاع اتفاقية أديس سنة 88 وكلام كثير جدا. الآن بقى قدامك عدد من الأشياء عليك تعمل لها عملية بتاعة استقراء في الواقع السياسي، كرت الضغط ده حتى على الصادق المهدي وعلى المراغنة لاحقهم، موضوع كوشيب وعادي، حتى كوشيب بالمناسبة ممكن ياخذ منه أقوال معينة وممكن قد يصفى هو ذاته بالمناسبة لعلمكم كويس، قد يصفى، نحن النشط اللي بنتكلم نبغى نتصفى، اسمع الكلام ده كويس في انت، لكن الكلام اللي أنا بقوله ليك ده خطير، الكلام اللي أنا بقوله ليك ده كده، فكر معي، طلع حميتي قبل يومين في الإعلام قال ناس الإعلام انتوا ما قايمين بدوركم، اللي هو لناس الإعلام في التغطية بتاعت موضوع السلام، ما هو ده ذاته من الشغل الشغالين ضدك كويس، طلع قال لهم يا أخي انتوا ما شغالين، واحد اثنين بشر بالسلام جدا، لكن الحاجة اللي هو بيسعى فيها الآن انه هو بعد يجيب السلام يكون الرجل الطب ويكون الرجل الأول، ودي الجهات الآن اللي بتلمع فيه وشغالة على النقطة دي، وانه يكون افاتارا لا يجارى، انا شايف في واحد من النشطاء واحد رسل لي له سكرين من النشطاء اللي كان طلعوا وقالوا عندهم ثوره تصحيحيه كده وبتاع يخموا في الناس، وانه تجمع المهنيين ده غلط في المؤسسيه، وطلع كده عمل لي حاجتين ثلاثه كده درامتين ثلاثه، الناشط ده معروف يعني هو انا ما داير اتكلم، شايفه قال ما في زول يقول له راكز ولا يقول له افاتار ولا يقول له شنو، هذا الناشط هو ولد ولاء البوشي بالمناسبة كويس، سلام محتضنا ولاء البوشي لا يقرر إلا ما تراه ولاء البوشي، هسي عليك الله عليك دينك، هسي دي حاضنة لك سياسية، هسي عليك الله وقت على أي حال كويس. الآن بقت تعقيدات المشهد السياسي وبقت كثرة الرؤى السياسية،
كويس. المشاركات ما تجيف يا جماعة، المشاركات ما تجيف، المشاركات ما تجيف. كويس، بقت كثرت يعني. هنا الليلة العساكر بيكونوا كويسين مع الناس في الارتكازات وبقدروا الحالات، بيمشوا الشيوعيين هناك بيحرشوا القادة، بيقول لهم انتوا ليه عملتوا مع الناس كويس كده، كده الناس دي هتكسر الحظر، ما تعلموا على كده، دقهم كده. ديل الشيوعيين اللي امبارح بيدعوا الحرية، كويس. ديل الناس اللي امبارح كانوا بيقول لك اوريو، ده يوم ديل، ده الشيوعيين يوم ديل. قال قبل لا حول ولا قوة الا بالله. اسوء حاجة قلت لك في الدنيا انه يكون جبروتك وطغيانك اشد من اللي كنت بثور عليهم. تبقى دي مشكلة بالمناسبة خطيرة وطالما تكررت في تاريخنا السياسي. طلع الحزب الشيوعي ببيان متطرف بيقول لك يا اخي اقاله عادل البشاير واقاله وزير الداخليه. يقيلهم ليه يا الساده الفترات؟ يقيلهم ليه كده؟ ورونا. ما وزير الداخليه ده انتوا قبل كده مشيتوا رسلتوا له عمر مانيس واديتوا ورقه كتبتوا له فيها كلام رخيص، قلتوا له وقال نحن كشيوعيين دخل مننا قائمه بتاعت عشرات ومئات الضباط من الشيوعيين جوا الشرطه، وهم ذاتهم ما كانوا يعني بس قلت لهم دي شهاداتهم، ادي اي زول حسب شهادته لحق ودفعته. يا اخي انت الكلام ده قايله في العالم كله بيحصل، فهمت؟ شفت الهمجيه والفوضويه بتاعت الحزب الشيوعي اللي بيتهم بها الناس، شفت الخيانه والعماله اللي جواه وهو بيتهم في النشطاء وبيتهم في الاحزاب رفغاء الدرب. الليله طلع لك قال لك انا ما بخون رفغاء الدرب، اسكت الله، انت اكبر مخونين على مر التاريخ، اسكت وساي وانتهيت وما حيكون عندكم مستقبل سياسي ثاني في البلد دي، دي منتهيه ولا دايره عمليه بتاعت نقاش. طيب انتم ما مشيتوا وديتوا مدير الشرطه ده عادل بشاير ده وصلتوا له وزير الداخليه، قلت له عادل بشاير انت زولنا ونحن بنغطي لك بعض المشاكل من وقت النظام الفات كده، اتعامل معانا كويس وذاته بقى ملكي اكتر من الملك خلاص، وبقى غديس اكتر من البابا. المهم طوالي مشى وشال الورقه وداها لوزير الداخليه، وزير الداخليه قال له كويس يا اخي، قال له الذي قائم رفعه عن الحريه والتغيير، وزير الداخليه قال يا اخي دي جابوها انا، قال له تاني يوم طلعوا بجعروا ببيان قال دارين يغيلوا مدير الشرطه وزير الداخليه، ما زي شغالين كده في انت بيمشوا هنا بقدموا يا يشغلوهم وكيف يشتغلوا يستلموا الشغل هم ويفتنوا الناس ويكرهوا الناس، ولا ما ادري ولا يجوا مارجين يقول لك ان شعبنا وان هسه الوثيقه الدستوريه مش وقعها او مش علق كانوا قبلانين احمد ربيع ده شيوعي ده ولدهم هو اللي وقع الوثيقه، جو قال لك نحن لم نشاور ونحن انتوا شنو يا اخي عليك الله، الله يهديكم يا اخي الله يهديكم، اقعدوا في الوطن انتوا ما عندكم فريق من باقي الشعب ده يا اخي، ما تعملوا نفسكم بطولات وهميه وبرنامج وابناء الله واحباءه في الارض انتوا شايفين نفسكم اخي يا اخي عليكم الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الناس تعمل مشاركات يا جماعه، الناس تعمل مشاركات، اللايف قاعد يقطع لو بتلاحظوا الان الصوره ثابته، الصوره ثابته يا جماعه، القطاع ده قاعد يكتر، كتروا المشاركات، كتروا المشاركات يا جماعه، اللايف ده قاعد يقطع كويس، كتروا المشاركات، اي زول يعمل معانا 10 شيرات 5 شيرات بسرعه، وشكرا لاي زول عمل مشاركه، وشكرا لاي زول حيعمل مشاركه، وشكرا ايضا دايرين يا جماعه برضو ملصقات، دايرين ملصقات بكميه كبيره، دايرين من اي زول ملصقين 3 10 ثبتوا اللايف ده شويه، قدر ما عملتوا ملصقات شيرات لايكات قدر ما اللايف ده مشى كويس. المهم ده اللي قاعد يحصل، الابعاد بتاع حميتي ما حيكون في الصالح لانه انت برضك هم طبعا دايرين يقول له يا حميتي ما خلاص انت كمان يا اخي تم بعد انضم للقوات المسلحه، انت ما خلاص اتفقنا على كده شهر 6 ده المفترض يكون تم دمج الدعم السريع داخل منظومه القوات المسلحه، فهمت؟ فهم ذاتهم الان كانهم بيقولوا له الكلام ده، كانهم بيقولوا خلاص يا اخي المده انتهت والزمن مضى وعبر، خلاص انت ذاتك المفترض هنا. وهل حيفهم حميتي الكلام ده ايها الساده؟ وهل حيقبل حميدتي بانه يضموه للقوات المسلحه؟ لن يقبل لانه هو شايف نفسه اقوى من القوات المسلحه، هو شايف نفسه ممكن ينتهي من القوات المسلحه في دقائق، هو الان يخيل له انه هو اقوى قوه في افريقيا الان، وان يعني بسهوله ممكن يسيطر على غرب افريقيا وشمال افريقيا، والحرب تحولت تكتيكات، والحرب تحولت خلاص ما بقت الحرب بكثره الناس، ولا بقت الحرب بقوه الضراع فقط، الحكايه بقت فيها عقل، الحكايه فيها موازين، الحكايه علم ما ساكت، الحروب ذاته ما اي زول بيخوضها، خلاص الحروب ذاته في علم عديل بتعرفوا اسمه علم الحروب، كويس؟ كتروا الشيرات معانا يا جماعه، كتروا الشيرات، اللايك اسفل الفيديو يمينك او يسارك، اللايك ذاته يا جماعه في قلب في واو في ادعمه، ديل اكثر ثلاثه بيدعموا اللايفات من عمليه الهجوم. المهم الان طلع البرهان وقال موافق على موضوع البعثه، واتكلم مع قاده الضباط
وكده. وبالمناسبة ضباط وعساكر كثيرين حتى جوا جهاز الأمن، اسمعوا كلامنا، حتى جوا جهاز الأمن وجوا القوات المسلحة وجوا الشرطة، وبالأخص هناك دير رافضين رفض قاطع مسألة البعثة السياسية ذاتها. وفي كثير من الشعب السوداني من الفريش لغاية الدكتور كلهم رافضين حتى إنه تجي شنو الأمم المتحدة. الناس ديل خاطبوا عبد الفتاح البرهان بصفته قائد عام للقوات المسلحة، وخاطبوا مدير عام قوات الشرطة ووزير الداخلية، وخاطبوا أيضا ناس اللي هم الجيش الأمن الشرطة، خاطبهم بأنه كلامكم يكون واضح، أضبطوا عساكركم ديل، سيطروا على ضباطكم، ما يرفضوا القرار ده، ما يقولوا دي وصاية أممية. ده كلام جاي من برا، ده كلام واقفين فيه ناس أنيس حجر، ده كلام لعبة فيه منظومة بتاعت مجموعة ضغط ماسوني خطيرة جدا على الموضوع، يعني مسألة ما سهلة كويس. والناس دي حتى شفت من انقلب البشير، لو بدي اتذكر البشير سقط بجاي كويس او وقع بجاي، وهناك ناس اللي هو بيقول له صديق سيد احمد سحبوا الحرس، سحبوا السلاح من الحرس او جردوا الحرس من السلاح تماما كويس. وهنا الضغط الشعبي اصلا هو ده صاحب الرأي والقرار، اسقط البشير كويس. وهناك صلاح قوش لاعب دور المهندس بهناك كويس، وهو برتب مع الحرية والتغيير، نجيب فلان لما نجيب فلان، اخير لكم البرهان لا ولا اخير لكم هنا اسمه شنو عدوي ولا اخير لكم ابو عشرة، المهم كده تشوفوا اتفقوا وكده وكده. ناس ابراهيم الشيخ رفع يدينه وقال استاذ استاذ استاذ، قالوا لصلاح قوش استاذ استاذ، الاجابة هي عبد الفتاح البرهان، جاب عبد الفتاح البرهان ما شاء الله تبارك الله كويس. فليبشر بطول السلام الاسلاميين كويس. المهم من الوقت ذاك كنت قاعد اقول في شو، والله بقيت انسى، اقسم بالله بقيت انسى، والله العظيم عجزت قاعد اقول في شنو كنت اخر نقطه. انا نسيت انت اللي بقيك هوان شنو، انا عرفت نفسي نسيت انت مالك، حول ولا قوه الا بالله. المهم ايوه، من لحظه الانقلاب كويس على البشير، في واحد اسمه علي كرتي بتتذكره، مواليد 1952 كان وزير خارجيه، قبلها كان مسؤول الدفاع الشعبي. نعم هيدا لو قلت لزول علي كرتي من كبار مسؤولي الماسونية في شرق افريقيا بيتخلع طبعا، هو بصدق وبقول لك ده اسلامي، وهو اساسا اكبر معبر لهم كان الاسلاميين ديل في يوم من الايام كويس. هم اللي لعبوا الصبغه بتاعت الفلاشه كويس، اللي هم الاثيوبيين اليهود، وسقطوا بها نميري بعد ذاك وترحيلهم وكلام كثير جدا. قضيه ترحيل الفلاشه اي زول ممكن يطلع عنها موجوده، حدثت في التاريخ السوداني. علي كرتي بيجي ملعوب او لاعب على انه ذاته داري رئيس، ولاعب على انه يسيطر على الاسلاميين ويكسب بهم مكاسب ويفسد اكثر. لما جات يوم 6 ابريل وكل الثوار الافاتارات كويس، كل الناس اللي كانوا موجودين اتذكر تماسكنا ودخلنا القياده العامه في 6 ابريل، وقد ذاك لا في شيء يلافي ولا بتاع، كلهم كانوا مدسين هناك لانه خايفين الموت يحصل كالعاده، بيشردوا دائما زي ما شردوا مننا في فضل الاعتصام، وزي ما شردوا مننا في 8 رمضان وكثير من الاحداث. المهم علي كرتي ده دعا علي عثمان محمد طه ومجموعه من قيادات الاسلاميين الكبار ومعاهم نافع علي نافع وغيره، قال لهم تعالوا، دخلهم في شقه قال لهم يا اخي انتوا الان لازم تتامنوا لانه في هجوم برا وغادين يهاجموكم. والوقت ده كان علي كرتي بيحاول انه يضمن عدم تصريح ديل، لانه علي كرتي هناك داق في الخط بتاع قوش في حته لازم يحصل تغيير، البشير ده يمشي عشان هم يتصرفوا. بالله جابهم خطاهم وقفلهم جوا، ده كله بسبب شنو؟ عشان ما بزول يطلع يصرح تصريح يقوم يعمل ازعاج للخطه اللي هم ماشيين فيها، يعني كده ده اعتقال هسه كويس، اقامه جبريه لانه قعدوا فيها كم يوم. لما جه سقوط البشير قال لهم يا اخوانا اي زول يمشي بيته براوي كويس، علي كرتي ده شيوعي ولا شنو انتوا؟ الخباثه الشديده دي وعدم الانسانيه دي عند الله جماعة، ده البني جلدته يعني في الحكم، يعني إسلاميين بني جلدته، يعني ما شيوعيين ولا بعثيين ولا ولا ولا، لكن بيكون شيوعي مزروع انت عارف، أساس الشيوعيين بيستفيدوا من القصة طوالي بيفتكروا شيوعي، قال عليك يا حال. المهم علي كرتي يتسبب في إني اعتقلوا ده، ولو بتتذكر هاشم عبد المطلب من كلامه قال علي كرتي ما قال لنا اعملوا انقلاب، قال لنا ما تعملوا انقلاب، وكان بيموه هنا في النقطة دي، وبنوه بيموه في النقطة بتاعت نافع علي نافع، ودي هنا. المهم الآن الضغط الإسلاميين، بالضغط بتاع الإسلاميين ضاغط على برهان شديد، حميدتي الآن شوف
حميتي وحمدوك اكثر شخصيتين الان معزولتين وهم في مناصب قياديه رفيعه. عبد الفتاح ايش اسمه؟ محمد حمدان دقلو عاملين حوله قلنا شنو؟ دائره. الدائره دي مخلياه بعيد عن المشهد تماما، يدوا معلومات مضروبه وكاذبه. يعني حميتي ده وصل مرحله يوم حصل الاشتباك بتاع كادوغلي، سمعتوه بعضانكم يعني، طلع لما بيتكلم وبيبكي قال انا اسمه شنو؟ قال انا جيت داخل سلمت عليهم ابو يردوا عليه السلام. فهمت؟ ولما زعلان شديد جدا جدا. فهمت؟ ده بوريك انه الزول ده معزول، ما كان متوقع التصرف ده. خلاص؟ في نفس الوقت حمدوك هناك الشيعي مسيطرين عليه، حمدوك تشرب اللبن المغرب والاسطنوم، حمدوك تسوي كده، حمدوك مالك وماله، دخلك شنو؟ انت احنا جبناك خبير اقتصادي ما جبناك سياسي، انت عارف شنو ترمي هناك؟ فهمت؟ ديل الشيعيين بيذلوا حمدوك ده، ولا خدت منه شخصيه ولا ديل الشيعيين ديل اخطر شفت ناس الان هم اللي لاعبين على تشويه صوره النشطاء واللي لاعبين. عشان كده اجتماعهم بتاع الخرطوم اثنين ناس مسعود 29/5 وجددته امبارح في اجتماع مصغر مع نفرين يا مسعود، طلعت بيان قلت هنا قلت يا اخي نحن المفترض شغل المكتب السياسي بيجي بيجي جانا وقلنا ونقول ونسوي ونفعل ونترك اقبض احمد الضي خلاص، وكانت وراها الشائعه بتاعت الايام اللي فاتت. المهم الان يا اخواننا البلد دي ماشيه على انزلاق لو الناس ما عملت حسابها. خلاص الاستبعاد بتاع حميتي بالطريقه دي هيجيب مشاكل، هيجيب مشاكل. وحميتي مفتكر انه بعد السلام هيجي الرئيس وبيجي عزيز القوم وأفتارهم، هو مفتكر كده. هناك في نفس الوقت المجموعات الضغط ما معه أو التحالف الدولي ما للدرجة دي، لاعب على خطوط تانية وحبال أقوى مني كويس. فلذلك إذا قلنا إنه نتكلم نقول ده نبعده ده نبعده، أسا لو قالوا لي يا أحمد الضي إبعاد البرهان بقول إبعاد البرهان ما 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 كويس، لأنه برضو مهما كان هو في جزء من القوات المسلحة ماسكة لك كويس، يبعد كشخص ده شيء تاني، لكن كمنظومة الكلام ده فيه مشكلة. طيب الآن يا أخواننا أنا هعمل سؤال نشوف الإجابة بتاعتكم، وقبل الإجابة الناس تكتر الشيرات بكمية كبيرة يا جماعة، يا دوب شايفكم وصلتوا 1000 شير، دي بسيطة جدا يا جماعة ما بتحمل لايف، بس أي زول معانا من الأربعة ديل يعمل شير أسفل الفيديو بسرعة. السؤال الآن خلاص، السؤال الآن كويس، هل تؤيد الآن إخصاء حميتي والدعم السريع من قرارات الدولة؟ يعني الأمس حصل ده كان قرارات بتاع الدولة، يعني كانوا بيتكلموا عن أمم متحدة وعن مستقبل بتاع بلد وإنه الأمم المتحدة جاية، فجأة عبد الفتاح البرهان والأمن والشرطة هم اللي قرروا المسألة دي. هل أنت وأنت مغتربين مقيمين مغتربات مقيمات؟ أنا ما لايب معي زول، أنا زول خطي واضح كويس، معليش قد اكون في يوم من الايام ملت على خط محدد ولا غيره، لكن الان ما في زول بيقدر يقول لي انت مايل على الخط الفلاني، لاني بعرف انتقد الناس جميعا لما اشوفهم اخطاوا وبعرف اجيب صح مع الزول اللي بشوفه صح كويس. السؤال الان، هل انت وانت مؤيدين الان مساله اقصاء حميتي والدعم السريع؟ هل بتشوفوا اقصائهم الان كده هل له اثار مرتبه ولا امر بس بيتم كده وانتهى؟ هل الأفعى لو ضغطها في جحرها كثير بتسكت؟ الدابي كويسة والدبيب لو انت ضغطته هل بيخليك ولا بينتقم انتقام فظيع؟ الانتقام الفظيع ده اللي حيدفع ثمنه منو؟ اللي حيدفع ثمنه أول ناس الشعب السوداني ده، أول ناس الشعب السوداني، البلد دي بتتحول لك لبركة بتاعتها، والمطامع الليلة السودان بيعاني من صراع من محور الأمريكي الإماراتي السعودي والمحور الثاني بجاي المعاونة عمر زين العابدين اللي هو المحور القطري التركي الروسي، وروسيا ذاتها وناسها بتلعب على حبلين، الروس ذاتهم ما تثق فيهم، كفايه خذلوا صدام حسين، رفضوا يصوتوا بحق الفيتو، الدول الخمسه اللي عندها حق الفيتو حق النقد اللي سماه معمر القذافي حق الظلم كويس، خمسة دول تقرر مصير عالم كامل كويس، 194-195 دولة تقرر مصير خمسة دول، فأمريكا بريطانيا فرنسا روسيا الصين الخمسة ديل عندهم اليوم معروف حق النقد، الروس رفضوا يصوتوا بحق النقد الدولي رغم اتفاقهم مع صدام حسين هنا، وخزلوا جمال عبد الناصر وخزلوا السادات وخزلوا هناك الأسد، عين مش الأسد الحالي ده حافظ قبله في مواقف إن شاء الله بيجي وقت بيتكلم عنه. فشنو الآن السودان بيعاني من أطماع وصراعات حتى في غرب إفريقيا عفوا وصراعات فرنسية دي كمان بقيادة عبد الواحد دي براها كمان
كويس انه يحقق للفرنسيين مطامحهم وحاجاتهم هنا في السودان كويس. وبالمناسبه صلاح جوش وعبد الواحد محمد نور اصدقاء للحد البعيد لعلمكم، اصدقاء للحد البعيد، وكان بينهم اتفاق في مسرحيه بتاعت انه اتهموا اي زول قبضوه ايام الثوره انت تابع لعبد الواحد، وهذا كان شغل بتاع تلميح لشخصيه عبد الواحد، رغم ان عبد الواحد رجل مناضل يا جماعه ما بيحتاج للتلميح ده كويس. حتى عبد الواحد بيجي يطلع لايفات ما كان بيطلع، عمل جمهور نحن جوا المعتقل كان الناس بيجوا يورونا بيقول لنا عبد الواحد يا زلمه سوى لي جمهور عديل، وبقول البشير ويداد لو يتشاكلوا في البيت بيقول السبب عبد الواحد. محمد نور كان ده اتفاق مرتب كويس. الان عبد الواحد بر المشهد وموضوع معسكر كلمه عمل له ازعاج، يا جماعه موضوع معسكر كلمه ده ازعاج الناس بس اللي امبارح متصحى من الصباح من عرف كوشيب سلم نفسه اجتمع طوال اجتمع طوالي قال مش اجتمع بمحامين من دارفور، قال لهم هالنزاع النزاع القبلي الاخير ده عملتوا فيه شنو كويس بيقطع. اي يا اخوانا الناس بتقول لي الصوت بيقطع كويس، الصوت بيقطع، الصوت طالما بقطع كتر المشاركات، الصوت طالما بقطع كتر المشاركات يا جماعه فعلا عين الصوره تقطع تجي تقطع تجي كويس تقطع تجي، كتر الشير يا جماعه كتر الشير كويس. الكوادر من الشيوعيين الان بتضرب في اللايف، الكلام ده ازعجهم جدا كويس، الكلام ده ازعجهم جدا. كثروا معي الشيرات، كثروا المشاركات، الناس تشير يا جماعه. لو اي زول منكم بيعمل مشاركه واحده ولا مشاركتين ولا 30 بيكون افضل بكثير، يعني بيكون عباره عن الويه بتاعت ردع للهجمات كويس. كثروا الملصقات، كثروا الملصقات، كثروا الملصقات. المعرف ملصق علق معانا تم 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 في 5 6 7 10 تعليقات. اللايك اسفل الفيديو على يدكم اليمين، في اللايك القلب الاحمر والواو وادعمه، دي الاهم ثلاثه لايكات بيحموا اللايف دائما وابدا، بيحموا اللايف دائما وابدا. لذلك الناس تواصل معانا في عمليه المشاركات واللايكات والتعليقات. المهم ده اللي قاعد يحصل في البلد دي. هل انت توافق على اقصاء حميتي كما حدث بالامس؟ وإذا وافقت هل شايف إنه الموضوع ده بيتحلى؟ كويس؟ إذا كان الآن الدعم السريع ده حصل منه أي تفلت، هل الكلام ده المواطن ما منضر منه؟ ما منضر؟ الليلة الجيش ده كان يتفلت، المواطن ما بينضر منه؟ الليلة الأمن ولا الشرطة كان يتفلت واحد منه، البلد دي ما بتنضر يعني؟ وبالمناسبة موضوع المرتبات اللي أنا تكلمت عنه أول امبارح، كويس؟ أول امبارح وما يجرؤ كوادر الشيوعيين تحديدًا إنهم يتكلموا فيه. يا جماعة الشيوعيين دي اسمهم ظهر ما بيتنطق. ذات ربنا سبحانه وتعالى بيجعلوا عصي ذات على النطق عينيه بني ادم، فهمت؟ يعني تقول شيوعي شيوعي بعد شويه تلقى نفسك قلت شويعي، فهمت؟ لسانك بيتحلك كده شنو ذلك الله، والله المساله ذاتها عجيبه خلاص. المهم الان كويس السؤال، هل انتم موافقين على ابعاد حميتي الان من المشهد ومعاه منظومه الدعم السريع، ولا شايف يبعدوه كشخص ويجيبوا قيادي محله في الدعم السريع؟ هي ده الحل اللي ممكن يكون كويس بالمناسبه، ده الحل اللي ممكن يكون افضل كويس. اذا كان شافوا حميتي ده الان هو ما بقدم حاجه او ما يعني ما الزول الممكن، خليه يجيبوا ضابط عظيم معروف في الجيش ما كوز اولا، الحاجة الثانية ما منظم سياسيا البتة، جيبوه بقوا قائد قوات الدعم السريع كويس، جيبوه بقوا قائد قوات الدعم السريع. عبد الرحيم خلوه في محل، خلوه ده من نايب صح، جيب رئيس جيب قائد، خلي الموضوع يكون طيب تابع لإمرة الجيش علي كويس. ممكن الليلة تجيب واحد من ضباط الشرطة الفوق الأكفاء الأكفاء للحد البعيد ووطني ومخلص وما عنده علاقه بالاحزاب، جيبوا بقي قائد للدعم السريع. ما خلاص انت شفت انه الشخص ده ممكن يعرقل لك او انت ما حتقدر تشتغل معاه او ما حتقدر انه يفيدك في شيء. طيب اذا شلته كمنظومه ما بتقدر، لو قلت تشيله كمنظومه الان بيخرتق البلد دي فرصيننا كلنا في البلد دي بتخرب. اذا قلت تشيله كفردي ما مشكله، ما عندك باقي قادتك قاعدين في الدعم، فهمت؟ لكن يكون المنظومة ذاته يتقبلها المجتمع الدولي، لأنه هي القوة الآن قومية، معليش مسيطر عليها أسرة، معليش مسيطر عليها أسرة، سيطرة عنصرية واضحة 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 ولا غير النقاش أساسا يعني، ولا غير النقاش. لكن بالمقابل ممكن تتغير سيطرة الأسرة، يجيبوا يعني الجيش يكون برضه موجود، أو ده ما بيعني إنه الجيش ما فيه عنصرية، ده ما بيعني انه قيادات الجيش العنصريه ما اظهر يعني الا كان زول داري عمي نفسه بس، لكن ظاهره جدا كويس. لكن ده كله نحن دارين نعالجه،
كل الكلام اللي حصل احنا كمواطنين وكابناء بلد، نعالج الكلام ده ان شاء الله بيتعالج يا جماعه، ونشوف البلد دي عبرت للامام، ونشوف البلد دي ان شاء الله اتقدمت لقدام. لكن انا غايت واحد من الناس الاقصاء ده شايف انه قد يكون غديجي وراه كلام، وحتى الاقصاء خليه لشخص ما منظومه وفي الاشخاص ذاته بالعدل او بالعداله ما بالظلم، خلاص كتر المشاركات. اذا الان شافوا انه احمد كده حيجي في عايق شديد، خلاص جيبوا زول قائد الجيش ده ما ملان يعني، جيبوا قائد من الشرطه، جيبوا بقوه فيم ده، بقوه قائد قوات الدعم السريع فيم ده، عشان ذاته المساله تمرق كده من الاسريه والاطار الضيق. فالناس تكتر معانا الشيرات يا شباب، اي زول يكتر معانا الشير اسفل الفيديو يسارك او يمينك، دايرين اي زول منكم الان بيتابع اللايف، وفي ناس بيحضروا اللايف ده من صفحات وجروبات تانية وكده، ليكم كل الحب والتقدير يا اخي والاحترام. اللايف ده مارق من الصفحه هنا اللي هي المعلق الرياضي احمد الضيب اشاره، وحنرجع للتعليق ان شاء الله اول ما الاحوال اللي تستقر، ونشوف حكومه كفاءات وطنيه مستقله، وفي نفس الوقت دايره حويله من اسم المعلق احمد الضيب احمد الضيب اشاره زي كده كويس، لكن ما عرفت ليه البتة يعني، والله مساله مزعجه خلاص. فعموما كتروا معانا شيراتكم، كتروا معانا ملصقاتكم، كتروا معانا لايكاتكم، ده اللي بيحصل في البلد. ان شاء الله انتظرونا في قادم الساعات، ان بقينا احياء او ما زي بيقولوا كده لبسونا حاجه كده، لانه الان الشيوعيين داري يلبسوا اي ناشط اي حاجه الايام دي، كل النشطاء يعملوا حسابهم كويس. ان شاء الله بقينا احياء، نلتقي بكم في الساعات القادمه، شكرا جزيلا.